الحصيلة التي قدمتها جماعة الحوافات ما بين 2015-2021، وهذا عمل طبعا يعني يأتي في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين المنظمة للجماعات الترابية، أن عند منتصف الولاية كيكون تقديم الحصيلة ديال برنامج العمل وإعادة تحيينه طبقا المواد القانونية، وأيضا في نهاية السنة الولاية يقدم يعني الحصيلة لهذا البرنامج. جماعة الحوافات تعرض حصيلتها أمامكم على 11 ديال القطاعات. القطاع الأول هو مرتبط بالقناطر والطرق، بلغت يعني الكلفة ديال التدخل ديال الجماعة مع باقي الشركاء ما يناهز 170 مليون درهم، بحيث تم تجويد الخدمات وتعبيد أزيد من 136 كيلومتر، وانتقلت التنمية من 0% على مستوى الطرق وفك العزلة إلى نسبة 100%. القطاع الثاني هو مرتبط بقطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، بلغت الكلفة ديال تدخل الجماعة ما يقارب يعني 98 مليون، بحيث تم تحسين الخدمات يعني من في قطاع الماء من 37% إلى 100%، توفير الماء الصالح للشرب. وبالنسبة القطاع الكهرباء يعني تم التحسين ديال جودة الخدمات من 80% إلى 95%. أما فيما يخص القطاع ديال التطهير السائل اللي كنقولوا هنا الواد الحار والبنية التحتية، يعني تم التحسين دياله من 0% إلى 70%. فيما يخص القطاع الثالث أيضا هناك القطاع ديال التعليم، استطاعت الجماعة أن توفر الآن لأزيد من 4 سنوات النقل مجاني لجميع التلاميذ مع دعم يعني الجمعيات التي تشتغل في هذا المجال ديال النقل المدرسي ودعم دار الطالب ودار الطالبة، كما تم إحداث مدرسة جماعية اللي كتستوعب أزيد من 210 ديال التلاميذ. اللي هاد المدرسه اللي ولات تتعوض دور ديال الفقيه والمسيد في الجامع، يعني ولاو الاطفال كيتعلموا في السنه الاولى والسنه الثانيه عادي يمكن لهم يولجوا للتعليم الابتدائي. نفس الشيء استطاعت الجماعه ايضا في اطار جهدها الحثيث مع باقي الشركاء وانها تحدث الثانويه تبني الثانويه ديال الحوافات اللي خفات يعني العناء على ازيد من 625 ديال التلاميذ اللي كانوا كيمشيو للقصيره والسيدي قاسم والقنيطره ووزن، انهم الان ولاو تيقراو داخل الجماعه الترابيه الحوافات. في قطاع الصحه ايضا الجماعه كما تعرفوا انها كتوفر على مركز ديال حفظ الصحه ومحاربه داء السعار اللي كي يشتغل في التغطية ديال الجماعات الترابية دار قديري والرميلة والدار العسلوجي والحوافات، يعني استطاعت بناء مقر جديد لهذه الجماعة واستطاعت توفير آليات جديدة لمواجهة الداء ديال هذا المرض ديال السعار ومحاربة الكلاب الضالة بطرق حديثة. ثم في قطاع الرياضة وهو قطاع مهم أيضا والاهتمام بالشباب لابد منه، الجماعة استطاعت أن تحدث يعني أزيد من 13 ديال الملعب قرب، فيهم 6 في إطار شراكة مع وزارة الداخلية مشكورة، و2 في شراكة مع وزارة الشباب والرياضة، و2 في شراكة مع وزارة الإسكان، بالإضافة إلى ملعبين أحدثتهم الجماعة من ماليتها الخاصة. إذن 13 ملعب موزعة على 24,000 ديال النسمة اللي كيستافدوا منها يعني أزيد من 34 دوار وجوج ديال القرى، وبالإضافة للحوافات المركز. نستطيع أن نقول أننا انتقلنا من 5% إلى 100% في توفير البنية الرياضية لشباب ديال جماعة الحوافات. الإدارة أيضا استطعنا أيضا أن نوفر
ازيد من 7 ديال المليون سنتيم من المعدات، منها الاليات ديال الحفر، الاليات ديال ازاحه ديال الاوحال اللي كتكون من خلال الفيضانات، الاليات ديال النقل ديال المعدات، الاليه ديال التطهير ديال اعاده تنقيه الحفر ديال التطهير السائل، الشاحنه ديال الكهرباء العموميه. يعني مجموعه من المعدات استطاعت الجماعه يعني ان توفر ذلك، بالاضافه الى الخدمات التي تقدمها الجماعه للمرتفقين في الوقت اللي كان يعني المرتفق يعاني من الحصول للوثيقه ديالو كعقد الزياده للحل المدنيه ولا تصحيح الامضاء، بانها كانت يعني الاداره تعرف واحد الثقيلة في العجلة ديالها. اليوم استطاعت الإدارة أن تتجاوب بشكل يومي، واستطعنا أن ننخرط بشكل فعلي في المنصة الإلكترونية اللي حدثها وزارة الداخلية بخصوص الحالة المدنية. استطعنا أننا ننخرط أيضا في المنصة ديال التعمير اللي حدثتها الوزارة ديال الداخلية بتنسيق مع وزارة الإسكان. يعني من خلال ما أنجزته الجماعة نستطيع أن نقول أن الخدمات استطعنا أن نحسن تجويدها داخل الإدارة من 20% إلى 80%. فيما يخص الاستثمار، الاستثمار أيضا هناك واحد العمل كبير قامت به الجماعة ومجهود جبار، فنركزوا في 3 ديال النقاط. النقطة الأولى هو إعادة الهيكلة للسوق الأسبوعي سبت الحوافات، وأقف على هذا العمل الذي سوق سبت الحوافات لأنه يحج له أزيد من يعني 30 أو 40 ألف نسمة من جميع القرى والجماعات المجاورة. هذا السوق اللي جا وسط أسواق أخرى، سوق الحد وسوق خميس رميلة والتنين ديال النويرات والأربعة ديال سيدي سليمان، كل هذه الأسواق يعني لا زالت البنية التحتية ديالها غير متوفرة على مستوى التطهير وتصريف المياه ولا على مستوى الترصيف والإعداد ديالها. السوق سبت الحوافات استطاع في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية مشكورة أننا نقوم بتهيئته بتوفير 400 يعني 4 القطارات ونص اللي تصولها الواد الحار ديالها، وفي نفس الوقت تم الترصيف ديالها بكاملة، وتم إعادة التهيئة والهيكلة للمجزرة ديال سوق سبت الحوافات يعني البطوار الآن اللي أصبح يتوفر على المعايير ديال الصحة العالمية الشروط ديال إيزو. نفس الشيء الجماعة استطاعت أن تحدث أزيد من 50 محل تجاري واللي تم الكراء ديالها كاملة، واللي هي الآن تعود بمداخيل رفع مداخيل الجماعة في إطار الاستثمارات، وحتات واحد الكورنيش اللي هو النقطة الثالثة اللي عبارة عن 5 مقاهي على ضفة واد سابو، وهذا اللي عطى واحد الإضافة للاستثمار وحرك العجلة الاقتصادية داخل جماعة الحوافات. كما النقطة القطاع الآخر المرتبط أيضا في إطار هذه 11 نقطة اللي بغينا نهضروا فيها هي ديال الكوارث الطبيعية أو بالضبط الفيضانات. جماعة الحوافات كيف ما كيعرف الجميع هي جماعة يعني مهددة دائما بالفيضانات ديال واد سبو، لأنها ساكنتها استوطنوا حافة سابو فسميت بالحوافات. عندنا 11 دوار دائما في كل فيضانات تضربهم الاثار ديال المياه. استطاعت الجماعه ان تقوم باعداد الشطر الاول اللي استهدف 3 ديال الدواور، والشطر الثاني اللي استهدف 4 ديال الدواور، والان نعد الشطر الثالث الذي يستهدف 4 ديال الدواور المتبقية، وبالتالي سنكون عبر هذه الأشطر الثلاث يعني جميع الدواوير المهددة بالفيضانات أصبحت محمية بما أنجز في الشطر الأول اللي وصل الآن 90%، الشطر الثاني الآن اللي وصل 50%، والشطر الثالث اللي هو الآن تمت الموافقة عليه من طرف الشركاء في إطار يعني الوكالة ديال الحوض المائي سبو مشكورة والمديرية ديال مواجهة الكوارث والمخاطر الطبيعية بوزارة الداخلية أيضا مشكورين، ووزارة مديرية المياه. هذا الشطر الثالث اللي هو الآن تم الموافقة على الأمور التقنية، ونحن بصدد التركيبة المالية في انتظار الإعلان عن نتائجها في أواخر شهر أبريل. إذا بهذه المشاريع العملاقة الكبرى استطعنا أن نحمي أزيد من 24 ألف نسمة من فيضانات واد سبو. القطاع الثقافي،
اولا نقف على شيء مهم وهو المهرجان. المهرجان ديال جامعه الحوافات اللي هو الثقافه التي عرفت بها الحوافات، والحوافات لم تعرف لدى الراي العام الوطني والدولي الا عبر هذا المهرجان. لماذا؟ لان المهرجان استطاع ان يشتغل على الموروث الثقافي، كما شفتوا ان في الدوره الرابعه كانت استضافه ديال القافله ديال بابا عاشور، وفي الدوره الثالثه كانت الاستضافه ديال الفنانه الكبيره لطيفه رأفت، وفي المهرجان في دورته الثانيه استضاف الفنانه الدوليه، واستضاف في الدوره الاولى الفنان الكبير يعني عبد العزيز الستي. وبالاضافه الى اننا نستدعي هؤلاء النجوم من اجل التعريف بالجماعة على بعدها الوطني والدولي، أيضا نقوم بالاشتغال على الموروث، يعني كيكونوا الفروسية الخيل، تيكونوا الفروق ديال الهيت، الفروق ديال حماتشة ديال عيساوة، كلهم ديال المنطقة تيجتمعوا ويؤدون طقوسهم طبعا وأنشطتهم الثقافية، بالإضافة إلى ما يحج إلى هذا المهرجان أزيد من 10,000 متتبع. هذه الأمور هي ما تم ربطها بالنشاط الثقافي الذي يمكن أن نقول عليه أنه أضحى هذا المهرجان يحقق إشعاعا محليا ووطنيا فاق 80%. ثم عندنا القطاع ديال الشأن الديني، يعني انتبه المجلس إلى أن كاين أحد الأولياء اللي هو سيدي موسى الحميدي سيد المقام، اللي استطعنا أننا نعاودوا، كان مهمل يعني استطعنا نعاودوا البناء والترميم ديالو من جديد، والآن أصبح فضاء لأن يحج له مجموعة من المريدين أتباع الطريقة التيجانية، والآن راه المجلس يعد في أول موسم لهذا الولي الصالح اللي غادي يكون في شهر أبريل، الموسم ولي الصالح سيدي موسى الحميدي. إذا تحدثنا على 10 قطاعات، بقى لي قطاع مهم جدا هو مرتبط بالقطاع ديال التعمير، وكنا تحدثنا مع الإخوان في دردشة أن الفرق بين الوثيقة التعميرية أو القانون التعمير لدى العالم القروي والمدينة أنه قانون واحد، ولكن لم يستثني مجموعة من الأمور مرتبطة بالعالم القروي. على العموم، ما حققته جماعة الحوافات في هذه الولاية هذه بالضبط أننا استطعنا أن نوفر أو نغطي جميع تراب الجماعة بوثائق التعمير، يعني المركز أعددنا له الوثيقة الحضرية ديالو، القريتين اللي أكبر تجمع الرتبية والمرضية درنا وثيقة إعادة الهيكلة لهم، و 34 دوار أخرى كلها أعددنا لها مخططات الهيكلية ديالها، وكان ذلك بتنسيق مع الإسكان في المديرية ديال التعمير وإعداد التراب الوطني، ومع الوكالة الحضارية بالقنيطرة، وتحت إشراف طبعا القسم ديال التعمير في شخص سيد عامل إقليم سيدي قاسم اللي كنوجه له الشكر في هذا السياق. في هذا السياق نعم. سيد الرئيس لتحقيق التربية يعني في أي منطقة لابد من انسجام يعني رجل السلطة مع المنطقة، من طبيعة الحال هي علاقتكم يعني مع السلطة المحلية أو رجل السلطة. الحمد لله، هذا هو أن يعني المناظرة الوطنية التي دعا لها المرحوم الحسن الثاني هو التعايش بين رجال السلطة والمنتخبين، وهذا ما يتحقق داخل جماعة الحوافات أو إقليم سيدي قاسم برماته على مستوى الحوافات، يعني هناك انسجام وتعايش وتعاون قل نظيره طبعا بين السلطة على مستوى الجماعة الترابية أو الدائرة أو على مستوى العمالة التي نجد كل الأذان الصاغية وكل أيدي العون، والاستماع من السيد العامل السيد الحبيب نادير مشكورا من خلال هذه الندوة كنوجه له الشكر لأنه استطاع أن يثبت عن علو كعب وعن قدرته في تدبير كل حاجيات الإقليم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والرياضي، وفي نفس الوقت على مستوى إعداده أو تفاعله مع المعطيات السياسية داخل الإقليم. يعني أحاول أن ألخص حصيلة جماعة الحوافات فنقول بأنها فترة، يعني هذه الولاية هي ولاية ذهبية
ولاية قل نظيرها وربما ستكون هي الوحيدة داخل الولايات التي عرفتها الجماعة. وهذا ليس كلامي وهو كلام المواطنين، وانتم راكم نزلتوا وسولتهم وسمعتوا لهم، ربما لأن ستكون هي نتمنى أن لا تكون بيضة الديك الوحيدة والأخيرة، وأن يأتي أيضا بعد هذا المجلس مجلس آخر برئاسة أخرى جديدة تضخ دماء جديدة وتحافظ على هذه المكتسبات التي تحققت في هذه الولاية، وتطمح لتحقيق مكتسبات أخرى، وكل هذا طبعا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ووجه كذلك الشكر لكل رجال السلطة المحلية، رجال الدراك والقوات المسلحة الملكية والوقاية المدنية والقوات المساعدة الصاهرين على وحدة وأمن هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا رئيس. رغم هذه الولاية الذهبية أو هذه الحصيلة الإيجابية، إلا أن هناك سهام نقد تتعرض لها من الرسالة. نعم، شيء طبيعي. أي عمل لابد له أن يكون له مؤيدين ولهم معارضين، وأنت تعلم أننا نحن في دولة إسلامية، فإذا انطلقنا من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه 13 سنة وهو مؤيد بالوحي ويدعو إلى توحيد الله، لم يؤمن معه إلا 73 نفر. فلا ننتظر طبعا أن ما قدمته الجماعة أن يصفق له الجميع 100%، لابد من منتقدين ولابد من خصوم يواجهون هذه الحالة الجديدة التي أوقعتهم في حرج، لأن الآن نحن في عملية تفكيك للرواسب بنيوية داخل المشهد المحلي السياسي. يعني هناك واحد الفاعلين محليين يعني ألفوا نظام سياسي أو سلوك سياسي قديم. دي الآن نحن يعني منذ 2000 وصاحب جلالة يدعو إلى مشروع حدثي جديد، فلا تنتظر من أمي سيتحدث عن مشروع حدثي جديد، لا تنتظر من أمي سيأتي بتنمية، لا تنتظر من فاقد شيء أنه سيعطيه. بالتالي هؤلاء الذين يعانون من نقص في رصيدهم الاصطلاحي، يعانون من نقص في تفاعلهم وتواصلهم في المشهد السياسي، يحاولون أن يوقفوا هذه العجلة ديال التنمية التي الآن ترخي بظلالها على جماعات أخرى داخل إقليم سيدي قاسم. وهناك مجموعة أيضا من الشرفاء يوجهون الدعوة ويمدون اليد من أجل نقل هذه التجربة ديال جماعة الحوافات إلى جماعات أخرى، ونحن لا نبخل على ذلك، بل نتجاوب معهم ونتفاعل في إطار ما يسمح به دائما القانون، لأننا كما قلنا احنا دائما تحت المظلة الجامعة الناظمة لهذا المشهد السياسي بمختلف ألوانه وبمختلف فاعليه، وهو إمارة المؤمنين وصاحب الجلالة اللي هو الظل لهذا المشهد والحامله، وبعد ذلك يعني القانون الذي ينظم كل هذه ينظم كل هذه التفاعلات والقضايا التي يعني تطرح كل لحظة وحين داخل المشهد السياسي. وهذا أعتبره أمرا عاديا، بل وهو أمر صحي وطبيعي، لأذا لم تكن هناك انتقادات فإنك لا تشتغل، وأي إنسان يشتغل فهو يتوجه له الانتقاد وسهام التأييد واللوم، وهذا طبيعي. شكرا جزيلا على نصيحتك.